فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. متى الإصحاح 5 الآية 16. هنا تلاقي إيش؟ إنه الرب يسوع المسيح يطلب منا نحن المؤمنين المسيحيين أن نبني نبين أعمالنا الزينة قدام الناس علشان يمجدون إلهنا. لكن في موقع آخر يقول لك المسيح احترز أن صدقتكم قدام الناس، متى 6:1. فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي، متى 6:6. متى صمت فادهن رأسك بالزيت واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس أنك إيش صايم، متى 6:18. طب السؤال هو ليش مرة يطلب مننا الرب أن نظهر أعمالنا الحسنة ومرة تانية يطلب مننا أن نخبيها؟ واضح أنه ربنا يقول لك اخفي أعمالك الحسنة وأنا أظهرها في الوقت المكان المناسب. ليش؟ علشان يتمجد اسمي من خلال حياتك أنت. باركناكم من بيت الرب وأنتوا سبب بركة. آمين.